بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في مادة العلوم الصف التاسع. عنوان الدرس: حماية الفلزات من التآكل الجزء الأول. أهداف الدرس: في نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن 1- يقارن بين نواتج تفاعل الفلزات مع الهواء الجوي، 2- يفسر سبب حدوث صدأ الحديد، 3- يعدد بعض طرق حماية الحديد من الصدأ. تآكل الفلزات: ماذا تعرف عن ظاهرة تآكل الفلزات؟ نعم، تحول الفلز إلى أحد مركباته عند تعرضه للهواء الجوي، وتكوين طبقة هشة أقل صلابة وتماسكا من الفلز نفسه. الآن عزيزي الطالب، هل تبادر إلى ذهنك مثالا على تآكل الفلزات؟ أتوقع أن يكون جوابك نعم، إنه صدأ الحديد الذي يعمل على إتلافه. في الصورة توضح صدأ الحديد على أحد البواخر. ولكن هل جميع تفاعلات الفلزات تنتج مواد تشبه صدأ الحديد وتعمل على تآكله؟ للإجابة عن هذا السؤال دعنا نتفحص الجدول التالي والموجود بالكتاب صفحة 181. التغيرات التي تحدث على سطح الفلز عند تعرضه للهواء الجوي: فلز البوتاسيوم K، وفلز الصوديوم Na، وفلز الليثيوم Li. هذه الفلزات إذا تعرضت للهواء الجوي فإنه تتكون طبقة من أكسيد أو هيدروكسيد الفلز تعمل على تآكل الفلز. أما الكالسيوم Ca والمغنيسيوم Mg إذا تعرضا للهواء الجوي ففي هذه الحالة تتكون طبقة من أكسيد الفلز تتحول ببطء إلى هيدروكسيد الفلز وتعمل على تآكل الفلز. الآن نأخذ الألمنيوم والذي رمزه Al. هنا تختلف الأمور قليلا، فعند تعرض الألمنيوم للهواء الجوي تتكون طبقة من أكسيد الألمنيوم تعمل على حمايته من التآكل. أيضا الخارصين Zn تتكون طبقة من كربونات الخارصين القاعدية تعمل على حمايته من التآكل. الحديد Fe تتكون طبقة من أكسيد الحديد البني المائل للإحمرار تعمل على تآكل الحديد، وكما أسميناه بصدأ الحديد. أخيرا النحاس Cu إذا تعرض للهواء الجوي تتكون طبقة من كربونات النحاس القاعدية السامة الخضراء اللون تعمل على تآكله. من الجدول نلاحظ أعزائي الطلبة أن بعض الفلزات إذا تعرضت للهواء الجوي فإنه تتكون عليها طبقة من أحد مركبات الفلز تعمل على تآكله، في حين أن بعض الفلزات الأخرى تكون هذه الطبقة وتحمي الفلز من التآكل. إذن نلخص: لاحظنا من الجدول السابق أن الفلزات عند تفاعلها مع الأكسجين تتكون على سطحه طبقة من أحد مركبات الفلز، تختلف مكوناتها باختلاف الفلز، حيث الاحتمال الأول منها ما يشكل طبقة على السطح الخارجي للفلز تعمل على حمايته من التآكل كما لاحظنا ذلك في فلز الألمنيوم. الاحتمال الثاني منها ما يشكل طبقة على سطح الفلز تؤدي إلى تآكله وتلفه كما لاحظنا ذلك في فلز الحديد. الآن صدأ الحديد: عرفنا مما سبق أن صدأ الحديد طبقة هشة على شكل قشور ذات لون بني مائل للإحمرار ناتجة عن تفاعل الحديد مع الأكسجين في وجود الماء. الصورة تبين صدأ الحديد كما تم تعريفه في الأعلى. ولكن ما هي الظروف التي تسبب صدأ الحديد؟ عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول الحصول على الإجابة بنفسك من الكتاب صفحة 182. الإجابة هي ظروف التي تسبب صدأ الحديد: 1- توفر الماء أو الرطوبة، 2- توفر الأكسجين.
أي أن صدأ الحديد حتى يتكون لابد من توفر شرطان، الشرط الأول توفر الماء أو الرطوبة وتوفر الأكسجين. أما إذا توفر الأكسجين دون الماء والرطوبة فإنه لا يحدث صدأ، أو إذا توفر الماء والرطوبة دون توفر الأكسجين أيضا لا يمكن أن يتكون الصدأ. إذا شرط أن يتوفر الماء والرطوبة بالإضافة إلى الأكسجين. الآن طرق حماية الحديد من الصدأ. تعتمد طرق حماية الحديد من الصدأ والتآكل على منع وصول الأكسجين والماء إلى ذرات الحديد عن طريق تغطية سطحه بحيث لا تسمح بتفاعله مع الأكسجين والماء. ومن هذه الطرق 1- التزييت، وهي تغطية المواد المصنوعة من الحديد بطبقة من الزيت أو الشحم. ومن الأمثلة عليها المواد التي تستخدم في قطع السيارات أو السفن. الطريقة الثانية الدهان، وهي تغطية الحديد بطبقة من الدهان. الطريقة الثالثة وهي التغليف بالبلاستيك، حيث يعد أحد الطرق المتبعة في تغليف قضبان الحديد. لاحظ الشكل أدناه، قضبان من الحديد مغطى بطبقة رقيقة من البلاستيك لحمايته من الصدأ. الآن عزيزي الطالب، نلخص ما تعلمناه في هذا الدرس. أولاً، تتفاعل معظم الفلزات مع الأكسجين والماء في الهواء الجوي، وقد يؤدي ذلك إلى تآكل الفلز مثل الحديد أو تكون طبقة على سطحه يحميه من التآكل مثل الألمنيوم. 2- صدأ الحديد، هو تفاعل الحديد مع الأكسجين في وجود الماء وتكوين طبقة من أكسيد الحديد المائي، والذي يكون أقل صلابة وتماسكا مما يؤدي إلى تآكله وتلفه. 3- تعتمد طرق حماية الحديد من الصدأ والتآكل على منع وصول الأكسجين والهواء الرطب إلى سطحه. 4- من طرق حماية الحديد من الصدأ التزييت والدهان والتغليف بالبلاستيك. الآن عزيزي الطالب، التقويم. أولاً، أكمل خريطة المفاهيم الآتية. طرق حماية الحديد من الصدأ. نعم، أولاً هو التزييت، 2- الدهان، أحسنت، 3- التغليف بالبلاستيك. إذن 3 طرق لحماية الحديد من الصدأ والمتبعة صناعياً أيضاً. 2- اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي. النقطة الأولى، ماذا تسمى عملية تحول الفلز إلى أحد مركباته التي تكون أقل صلابة وتماسكاً من الفلز؟ A. مقاومة الصدأ، B. الدهان، C. تآكل الفلز، D. تغليف الفلز. نعم، إنها إجابة صحيحة، تآكل الفلز. النقطة الأخرى، مما يتكون صدأ الحديد؟ A. أكسيد الحديد المائي، B. كبريتات الحديد، C. كربونات الحديد، D. كلوريد الحديد. هيا عزيزي الطالب، أحسن، إنها الإجابة الأولى، أكسيد الحديد المائي. الآن عزيزي الطالب، أيهما أفضل لصناعة إطار النوافذ، فلز الألمنيوم أم فلز الحديد؟ فسر إجابتك. أعتقد أنك أجبت الإجابة الصحيحة، نعم إنه فلز الألمنيوم، ولكن ما هو التفسير لاختيارك فلز الألمنيوم في صناعة إطار النوافذ؟ أحسنت، التفسير لأن الحديد عند تعرضه للهواء الرطب يصدأ ويتآكل، أما الألمنيوم عند تفاعله مع الهواء الجوي تتكون على سطحه طبقة من أكسيد الألمنيوم تعمل على حمايته من التآكل كما لاحظنا في الجدول السابق أثناء الشرح. نافذة من الألمنيوم. الآن عزيزي الطالب، واجب التعليم الإلكتروني. السؤال الأول، أي من الفلزات الآتية يكون طبقة تحميه من التآكل عند تفاعله مع الهواء الجوي؟ A. الحديد، B. الصوديوم، C. المغنيسيوم، D. الخارصين. يرجى حل السؤال من خلال تطبيق الإلكتروني Teams. وفي نهاية هذا الفيديو
نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما يفيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.